لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، كان من الأدعية التي يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباحه وفي مسائه ما رواه ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الدعوات في صباحه ومسائه، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، يعني أعوذ بعظمتك أن يفجعني بلاء منك يأخذني بغتة، أو أن يرتفع عني عافيتك. دعاء عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله طلب للعافية، طلب للأمن والأمان الشامل كل ما يتعلق بدنياه وكل ما يتعلق بالآخرة. أن يحفظ الله عز وجل علينا ديننا، وأن يعافينا في دنيانا، وأن يحفظ علينا أموالنا وأهلنا وأعراضنا. فما أعظم أن نعيش في
أمان الله وفي عافية الله. ما أعظم أن نكرر، وأحرى بنا أن نكرر هذا الدعاء صباح مساء. العافية كما نطلبها من الله عز وجل بالدعاء، علينا أيضا علينا بالأحرى أن نسلك الطرق التي تجلب لنا هذه العافية وتحفظ لنا نعم ربنا عز وجل علينا. ومن أعظم هذه الأسباب أو أعظمها على الإطلاق تقوى الله عز وجل، أن تتقي ربك في نفسك وفيما أعطاك وفيما فرض عليك. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويعد ويعد ووعده الحق أن من اتقاه فسيعيش في أمانه، سيعيش في أمانه في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يؤمنهم الله عز وجل في أنفسهم بما ينزل عليهم من السكينة والطمأنينة، ويؤمنهم الله عز وجل على أنفسهم بدفاعه سبحانه وتعالى عنهم، ويؤمنهم مما يبتلي به العصاة والظالمين. من كان في نعمة فليرعاه، من كان في نعمة فليرعها. ورعاية النعمة في أن تجعلها وسيلة لطاعة الله، في أن تطيع الله عز وجل فيها. فلا تطغى ولا تظلم إن أعطاك الله عز وجل قوة، صحة، سلطة، مالا، لا تستخدم نعم الله في معصية الله فتسلب منك هذه النعمة، بل اشكر الله عز وجل يزيدك ربك ويحفظك ربك. كن كما قال الله عز وجل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. حافظ على رزق ربكم بشكركم له. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سرير النقم. وإياك أن تظلم بها، فظلم العباد شديد الوهم. نستعمل نعم الله عز وجل فيما يرضيه شكرا له وطاعة، فيزيدنا الله عز وجل ويحفظنا. أيها المسلمون، تحافظ على عافية الله لك في أسرتك، في استقرار أسرتك، في استقرار عملك، في دوام رزقك، بتقوى ربك سبحانه وتعالى. وكم من العصاة أقوام كانوا يعيشون في أمان الله وفي سعة الله، فانقلبت أحوالهم بطغيانهم وبمعاصيهم. كيفما نكون أو نحن الذين نعرض أنفسنا لسلب نعم ربنا؟ أيها المسلمون، تحافظ على عافية الله لك وتأمين الله لك بألا تظلم أحدا، بألا تظلم قريبا أو بعيدا أو أحدا تتعامل معه، فإن الظلم ظلمات، وإن دعوة المظلوم ربما أدركت الظالم فأهلكت. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. تحافظ على عافيتك كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها فيقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. تحافظ عليها بأن تحافظ على أموال الناس وحقوق الناس، فيحفظك الله عز وجل في مالك. تحافظ عليها بألا تتكلم في حقوق الناس، في أعراض الناس، ألا تنتهك حرمات الناس، فيحفظك الله عز وجل في حرمتك. السبيل إذن واضح، أن تشكر الله وتحفظ نعم الله، فيديم الله عز وجل عليك عافيتك. إذن فعلينا بتقوى الله عز وجل، علينا أن نحفظ الله فيحفظنا. يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تلك بعض وسائل السلم الذي ننشده، الأمانة والتحاب الذي ننشده، تلك بعض وسائل ما يعرف بالسلم المجتمعي، دلنا عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه كتاب الله. اللهم احفظ عوراتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.